الحقيقة اليوم كانت أمسية جمعت عدد من الصحفيين في قناة العراقية وعدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية في المدينة، إضافة إلى اللجنة المكلفة بتثبيت عقارات الدولة في محكمة البصرة، اللي أسهمت بشكل كبير بإحقاق الحق لشبكة الإعلام العراقي وأنصافه في إقرار عائدية هذه القطعة الأرض أو هذا العقار إلى شبكة الإعلام العراقي بعد أن كان الحقيقة غير مسجل باسمها. اللجنة أيضا كانت تتكون من الأخوة القاضي محمد البعاج والأخ المحقق القضائي عدي والأساتذة الكرام مدير التسجيل العقاري والأستاذ دريد كشكول والأستاذ أحمد مدير عقار أحمد عليا ومدير عقارات الدولة وأيضا الأخوة في بلدية البصرة جميع الحقيقة، كان دورهم كبير جدا في إحقاق هذا الحق للشبكة، إن شاء الله عاد هذا الحق إلى أصحابه الشرعيين في شبكة الإعلام العراقي. هذه الأرض أو هذه المحطة كانت عائدة إلى محطة وإذاعة تلفزيون البصرة منذ عام 1969 لغاية هذه. وفق القانون الحديث تعرفون بعد 2003 تعود أو تؤول ملكية الأراضي العائدة إلى وزارة الإعلام إلى وزارة المالية، ووفق القانون إذا كان هناك شاغلها بمدة لا تقل عن 15 سنة تؤول الملكية له. وفق هذا القانون إن شاء الله أصبحت هي عائدة إلى شبكة الإعلام العراقي باعتبار أن شاغليها منذ أكثر من 20 سنة. تم العمل بها؟ بها إن شاء الله بث إذاعي بعد أن أنجز استوديوهات إذاعية، وأيضا هذا استوديو التلفزيون إن شاء الله راح يكون به للتسجيل وليس للبث. وبمناسبة تخصيص عقار 803 في منطقة القبلة، أقامت شبكة الإعلام العراقي مكتب البصرة أمسية رمضانية بهذه المناسبة الكريمة التي طال انتظارها. وبالحقيقة هذا العقار جدا مهم إلى شبكة الإعلام العراقي، وكان من الصعب الحصول عليه. الآن بإقرار القاضي ودائرة تسجيل العقار تم والحمد لله تخصيص هذا العقار إلى شبكة الإعلام العراقي، وبالتحديد الصالح الرئيسي إلى مكتب شبكة الإعلام العراقي في البصرة.